سبب وجودنا هون إدانة واستنكار للهجمة الشرسة على نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. ورح نقول للعالم كله أنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو رحمة مرسلة إلى جميع البشر، إلى جميع العالمين عليه الصلاة والسلام. وقفة اليوم كانت نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني بسبب الإساءات اللي تكررت في الفترة الأخيرة بفرنسا والآن بالهند، يعني إساءات كثيرة مع يعني إيذاء للمسلمين، فخرج يعني اليوم المتظاهرون الذين يريدون نصرة النبي عليه الصلاة والسلام على ساحة الحرية حتى يعني يكونوا أدوا ولو أقل الواجب تجاه يعني النبي عليه الصلاة والسلام. يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام رح يوقف ويقول أمتي أمتي، لا يعقل أن الواحد فينا اليوم يقول نفسي نفسي بظل هاي الإساءات وهي الهجمات والإيذاءات للنبي عليه الصلاة والسلام. تفاعل الناس طبعا كان يعني الإساءة لرمز ولا يعني علم ديني مثل النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو سيد الدنيا، أكيد الناس كان في عنده تفاعل كبير وكان في عنده يعني غضب شديد تجاه الإذاءات اللي صارت.